شو تغير في حياتك؟ وايد وايد. أول شيء إني ما قدرت ولا تقبلت فكرة إني أتزوج عقبها، لأن عيالي كانوا صغار، يعني يوم توفت المرحومة كانت عايشة أصغر بناتي 10 سنين، فما قدرت. فحتى يعني من المفارقات اللي صارت إن أم المرحومة بروحها جتني عقب ما توفت المرحوم 3 شهور، قالت لي منصور أنا بدور لك حرمة، أنت تعبت يا بنتي 7 سنين، تحملت وودرت شغلك وودرت حياتك كلها تمثيل وما تمثيل، وتفرغت لبنتي وتغربت يعني 7 سنين، فأنا بجيب لك حرمة. بس قلت لا مستحيل، أنا خليني أربي عيالي. وما أعرف يعني في النهاية ما 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 أتخيل مكانه، يعني على الأقل كان مفروض أنك في حد يساعدك يعني مع التربية، ولا أنت الفكرة ما تقبلتها مسعود راحت عنك، ما في حد بيعبي لك هذا الفراغ. صحيح، بس أنا كنت قريب مثل ما قلت لك من عيالي، خاصة فترة 7 سنوات اللي كانت المرحومة مريضة صار في تقارب أكثر ويا العيال، لأن تفرغت تفرغ تام للمرحومة. مثل ما قلت لك عشت 1.5 سنة وياها في الهند، عشت 4 سنوات في سنغافورة، في أي عطلة أخذ العيال وياي أوديهم، فصار وايد تقارب بيني وبين العيال بشكل كبير. فما تقبلت فكرة إن في زوجة أب،